احنا لتفاصيل اكتر وحوالين الخطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي هيكون معانا على الهاتف الكاتب الصحفي والاعلامي وعضو مجلس النواب الاستاذ مصطفى بكري. مساء الخير يا فندم، يعني والف مبروك. مساء النور، الف مبروك لكل مصر. الف مبروك يا فندم، حضرتك منورنا. يعني كده خلينا نبدا بكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضرتك اكيد تابعت الكلمه، عايزه اعرف اكتر الحاجات اللي استوقفت حضرتك. هي الرئيس عندما طرح النقاط السبع التي تحدث فيها عن رؤية شاملة للمرحلة المقبلة وعن استكمال للمشروع الوطني الذي بدأه في عام 2014، ركز على عدد من النقاط المهمة. النقطة الأولى هي نهج المصالحة والمشاركة في كل القضايا. نحن نعرف أن الرئيس أكد أكثر من مرة أن ما يجرى في مصر ليس مسؤولية الرئيس وحده، ولكنها مسؤولية الشعب إلى جواره. أن يعود الرئيس ويؤكد على هذا النهج فهذا أمر مهم جدا، حيث أن طبيعة المرحلة المقبلة تستوجب المشاركة الحقيقية في صناعة القرار. اثنين، عندما يتحدث الرئيس على نهج المصالحة فهو يعني الثوابت التي أكد عليها الحوار الوطني باستبعاد الجماعة الإرهابية من أي حوار طالما أنها تحتكم إلى السلاح وطالما أنها تتبنى النهج الإرهابي، لكن المصالحة مع كل القوى الوطنية، وهو نهج بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي حكمه، وبدأ بقضية العفو عن المحبوسين سياسيا بالتحديد منذ عام 2019 بشكل واضح. النقطة الثانية أن وحدة الشعب المصري هي الضمانة للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها، وهو أمر كثيرا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات التي تواجه مصر، والتي قال أنها تحديات لم يسبق أن واجهتها الدولة المصرية في عصرها الحديث. صحيح. لكل ذلك الحقيقة كان الحديث أيضا واضحا ومحددا فيما يتعلق بحماية أمن مصر القومي، بتعزيز العلاقات مع جميع الأطراف، استكمال وتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بتبني استراتيجية من شأنها أن تعزز من قدرات مصر الاقتصادية بأن يعطي دور أكبر للقطاع الخاص، بأن يتم الاهتمام بالزراعة والصناعة بشكل أكبر، تكنولوجيا المعلومات وقس على ذلك. وعندما تحدث الرئيس عن ضرورة تبني إصلاح مؤسسي شامل لتحقيق الحوكمة وترشيد الإنفاق، فهو أراد أن يعطي رسالة بأنه لن يسمح أبدا بالفساد الإداري أو الفساد المالي. وإذا كانت الأجهزة الرقابية تعمل ليل نهار في مواجهة هذه التحديات، إلا أن الأوضاع استوجبت بالفعل تلقي الرئيس هذا البند المهم جدا بالإصلاح المؤسسي الشامل، وهو أمر بالتأكيد سيترجم في صورة قرارات أو قوانين خلال الفترة. صحيح. بجدد تحياتي بحضرتك معالي النائب. نعم، بجدد تحياتي بحضرتك. ربنا يخليك، منورنا يا فندم. عايز أسأل حضرتك معالي النائب، ما معنى أن يكون هذا الاحتفال في العاصمة، عاصمة السلام، العاصمة الإدارية الجديدة؟ يعني نحن أمام فترة رئاسية جديدة، والرئيس منذ فترة أطلق مشروع الجمهورية الجديدة والتي حدد ملامحها، وانطلاق هذا القسم من هذه العاصمة الإدارية الجديدة ومن هذا المبنى تاريخي لمجلس النواب الحقيقة والذي تم تنفيذه بشكل حضاري حديث للغاية، يعني أن مصر تبدأ هذه المرحلة بهذا الإنجاز العظيم الذي سيكون بالفعل استكمال لمراحل سابقة تمت، وأيضا الانتقال إلى العاصمة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون عاصمة مصر الجديدة، وهي ليست منفصلة عن القاهرة، وهذا رد على من يقولون لا يجب ترك القاهرة، هي تعتبر حتى الآن حي من أحياء القاهرة تدفع إداريا محافظة القاهرة. معالي النائب، يعني عايزة أنتقل لملف السياسة الخارجية، وشفنا خلال فترة الماضية
من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الطفرة الكبيرة اللي حصلت في ملف السياسة الخارجية وتوطيد علاقاتنا مع الدول. شفنا طبعا القضية الفلسطينية واهتمام الرئيس اهتمام خاص بالقضية الفلسطينية ومنح البطل السلام البرلمان البحر المتوسط. حضرتك شايف ازاي يعني هذه الطفرة في ملف السياسة الخارجية يا فندم؟ بالفعل هذه خطوة مهمة ويعني الجائزة التي حصل عليها الرئيس السيسي جائزة بطل السلام جاءت انطلاقا من مواقفه في إدارة الأزمة في غزة على وجه التحديد، المطالبة بوقف إطلاق النار منذ الأيام الأولى للعدوان، تقديم المساعدات الإنسانية، السعي من أجل إنهاء قضية الرهائن، كما أن البيان الصادر عن البرلمان البحر المتوسط أكد أيضا في نفس الوقت على ثبات الموقف المصري من السلام الإقليمي والعالمي، وكل هذه أمور تؤكد وتعكس حقيقة السياسة المصرية وثوابتها الأساسية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لضرورة إحلال السلام والأمن والاستقرار ووقف الحروب والاعتداءات وحروب الإبادة التي يشنها العدو الإسرائيلي في الوقت الراهن. لذلك يبدو أن هذا الوسام أو هذه الجائزة كأنها تأتي ليقول الغرب إن دور مصر المحوري والمركزي هو دور حقيقي، وأن مصر دائما تتعطرق مع الأحداث بحكمة وموضوعية، ولذلك بالفعل حدث تحول كبير في العالم كله صحيح باتجاه موقف مصر باعتبار أنها ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة. صحيح. معالي النائب، عايز أسأل حضرتك، قبل 10 سنين كان في تهميش بشكل واضح للقطاع الخاص، ولكن كنا بنشوف فخامة الرئيس دايما بيحرص على مشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات نحو الجمهورية الجديدة. حضرتك شايف ده ازاي يا فندم؟ يعني الفترة الانتقالية كانت تستوجب تدخل الدولة والقوات المسلحة لإنهاء كثير من الأمور صحيح. التي يتوجب إنهاء، وأولها البنية التحتية التي كانت ضرورة مهمة جدا. صحيح أن الدولة اعتمدت في الفترة الماضية على آلاف من شركات القطاع الخاص التي عملت تحت قيادة القوات المسلحة، ولم يكن دور الجيش إلا دور إشرافي، ولكن أعتقد أن الفترة القادمة سيلعب فيها القطاع الخاص دور كبير. يمكن الحكومة تحدثت عن أن القطاع الخاص يجب أن يصل خلال السنوات الأربع القادمة إلى حوالي نسبة 65%، وهذا أمر مهم. القطاع الخاص كان قبل كده وصل لحوالي 70-75%، فدور القطاع الخاص دور محوري لا يمكن الاستغناء عنه جنبا إلى جنب مع دور الدولة فيما يتعلق بالأمور الاستراتيجية. سيادة النائب، وبما أن حضرتك لسان حال الناس، عايزة أعرف بقى المواطن مستني إيه من الرئيس خلال الفترة الرئاسية القادمة؟ يعني أعتقد المطلب الأساسي للمواطنين هو الأسعار. الأسعار التي ألهبت ظهور الناس، هو ضمان حياة كريمة للمصريين، وخصوصا الطبقات الفقيرة جدا والطبقة المتوسطة أيضا التي تعرضت كثيرا لأزمات ومشاكل وما زالت تتعرض حقيقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، والرئيس أكد على ذلك. أكثر مصري بيعاني ويعني يستحق وسام الصمود، لذلك هذا المطلب مهم جدا في الفترة المقبلة. 2، استمرار الدفع باتجاه مزيد من الحريات، مزيد من الديمقراطية، مزيد من احترام أصحاب الرأي والرأي الآخر. النقطة الثالثة والأساسية، التأكيد على قضية الأمن والاستقرار في مصر وفي المنطقة بأسرها، بما يضمن عودة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يضمن حل المشكلة السودانية والليبية واليمنية وقص على ذلك، وأيضا قضية الأمن الداخلي قضية محورية وأساسية، ودعم المؤسسات ومواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة التي لا تريد خيرا بهذا الوقت.
معالي النائب، حضرتك نائب عن الشعب المصري، ماذا يقول الشعب المصري لفخامة الرئيس هذا اليوم من تهنئة وأيضا مؤازرة لتكملة المشوار الكبير نحو الجمهورية الجديدة؟ الشعب المصري لديه اعتقاد يقين، المرحلة القادمة سيتم فيها تصويب العديد من الأخطاء وتصحيح المسار، مما يحقق لمصر مزيد من التقدم ومزيد من النهوض في ظل قيادة السيد الرئيس، وهو الذي أعلن قبل ذلك برنامجه للفترة المقبلة سواء في خطاباته أو خلال المؤتمرات التي عقدت، المؤتمر الاقتصادي وغير ذلك من المؤتمرات، وكل ذلك يعطي الناس أمل في طبيعة الفترة المقبلة. معالي النائب عضو مجلس النواب الأستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحفي والإعلامي، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا وألف مبروك.